فتح من العيار الثقيل. اهلا ما شاء الله. اهلا البولور. هلا والله. ايش هذا؟ والله هذا يعني الحين قلت بطلع على كل بالماش كل الاوامر هذه ممكن نتطرق لها واحد واحد يعني هذيله الله ممكن نعرفهم واحد الله شوي شوي. ايوه احلى شيء. ايوه يا ريت يكون كذا. بسم الله. ان شاء حلو الله حلو ان شاء الله ان شاء الله. الحين عندنا انا قاعد اسجل اوكي عندنا هذه عبارة عن كيرف ويا تريل يعني راح نستعمل اليوم كيرف هذا ويا التريلز اوكي خلينا نبتدي في على طول لان ما شاء الله الوقت يخلص بسرعة. اي والله فعلا. والله الحين خلنا نسوي الباث علشان يحيى بس يعني راح اسوي للطريقتين انا عشان يعرف الفرق انا ما ادري انا اعرف هالطريقتين هذيل يعني خلينا نحول على ال وين يو شير على الفوتوشوب اوكي قدامك الفوتوشوب ها سامي هابو نواف الفوتوشوب مفتوح قدامك؟ اي مفتوح اي اوكي لان انا سويت سويتش بينهم الحين نبي نكتب مثلا هذه فعلا تغير مكان الباث كان قبل الباث نحصله هني باللاير الرايت كليك ويطلع لنا هني نحول الكتابة إلى باث أو في طريقة إن احنا نضغط كنترول مع التي هني يطلع لنا أوتلاينر على السلكشن يعني على الكتابة إن شاء الله يكون واضح سلكشن ونعمل لها الباث الباث هني لازم يطلع عندنا وينه موجود نشوفه هني باث 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 اوكي راح نلقاه هني في مع الدقمة هذه اللي هني نضغطها طقه ونقول له ميك ورك باث هذا الرقم اقل شيء 0.5 كل ما يصير اقل كل ما يصير ال مو الدوتس اللي هم الكيرفات اكثر خلينا نشوف عملية احسن يعني اذا سوينا كذي نلاحظ انه كيرفات كثيره وبنفس الوقت مو دقيقه يعني مو دقيقه كثير يعني خلينا نسوي اندو نقول له مره ثانيه خلينا نخليه واحد نلاحظ انه النقط قلت ولكن مو اكيرت يعني لازم تعدل عليه شوية يعني نعدل عليه هذا المكان هني ناخذ هذه احسن هذا يعني بنعدل عليه اني هني بالكيرف نعدل شوية كذي شوية كذي عملية متعبة جدا يعني هذا مثلا النزلة هني يعني عملية متعبة كثير نسوي اندو اوكي في طريقه طبعا هذا مجرد ما تسويها يعني هني مثلا خلينا نقول له اوكي كذي هذا نقدر نقول له الحين فايل اكسبورت باث تو الستريترز نقول له اوكي حط له A1 نروح على الماية نقول له import راح نسوي switch على الماية المفروض يحطون هني switch سريع اه
الصورة قاعدة على الفوتوشوب. ايه الحين الحين تمام. اوكي إيه نبهني، لان انا ذيك المره يوم حولت علق على الشاشه القبليه، فانت نبهني افضل. اوكي حاضر. اوكي بنروح فايل نقول له امبورت ونجيب الباث اللي سويناه، نحصله هذا هو الباث اللي عملناه. لاحظ انه يعني مش كثير، يعني في اخطاء يعني، او في مو سليم يعني. المهم نروح مرة ثانية على الفوتوشوب، نقول يعني لحظة، فوتوشوب هنا، فوتوشوب اوكي شير. اوكي سامي اوكي تمام، الحين على الفوتوشوب احنا نلغي هذا الباث اللي سويناه ديليت. هذه كانت الطريقة، الحين نسوي الطريقة الثانية. نروح على تايب ونقول create work path او create to shape. سوالنا اياه تقريبا، اذا رحنا على الباث راح نلقى فيه واحد. نلاحظ ان الكيرفات يعني 100% صح، 100% صح، كيرفات صحيحة. إنما شنو سوالي مثلا الطاء لحالها، الواو لحالها، ما دمجهم مع بعض، ما سوى ميرج بين الاثنين. عكس هذاك إذا سوينا كذي على ال مع كنترول وليفت كليك راح يعطينا سيلكشن، يعني راح يسوي لنا كيرف على السيلكشن بالضبط، فما يفصل الاحرف. في طريقه لابد، بس انا ما اعرفها بصراحه. انا افضل اني اروح على الستريتر. الستريتر هناك اقدر ادمج الاحرف مع بعض بدون اي مشاكل، والكيرف يطلع احلى. فخلينا الحين احنا بالفوتوشوب، خلينا نسوي، نبي احنا الاحرف مفصوله علشان يخدمنا بشغلنا اللي احنا نبي نسويه. يعني الحين هذيله خنقول له، بس اول شيء خنشوف يغير ولا لا. خلينا نغير الخط، نقول له خلينا بس احب يكون الخط شويه في ما عندي خطوط كثير انا، هذا نوع خط مثلا هذا. نقول له نروح على تايب convert to shape، حولنا اياه. روح فايل export paths to illustrator، سوي A2. اوكي حين نروح على الماية، خلنا نسوي switch share مايا. اوكي راح المايا. اوكي تمام. الحين نسوي ايوه نسوي امبورت ال A2 اللي سويناها. نلاحظ انه هذا هو والاحرف موجوده. حلو، الحين عندنا هذه الاحرف، نفتح الاوتلاينر بس نتاكد. نطلعهم افضل، ندوس شيفت مع بي عشان يطلعون لبرا، وبس عشان نعرفهم كم واحد. يعني هذا واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة،
10 11 15 16 17 20 اوكي 20 كاتبه هو 20 انما حبيت اعد الحين عندنا هذيلة انا قاعد اسويها بين فوتوشوب ولا اوكي الحين نبي نسوي الماش الحين عندنا الكيرفات جاهزة create نقول له بول نقول له create mesh network هذا الماش نتورك الحين نضيف له كيرف شلون نضيف له الكيرف نضغط على هذيله كلهم وكنترول مع ماش ونقول له add curve node نلاحظ انه ضافهم هني انما ديستريبيوت عديناهم هناك 20 نحط هني 20 خلينا نصغر الكره شويه طبعا الكره مو مبينه نضغط اتش قلنا الاتش اتش بس بروحها مو قلت قبل كنترول اتش وشيفت اتش الحين بس اتش اتش تختفي وترجع اوكي نصغر شويه الطريقه هذه تقريبا لاحظ انه نزيد هذا شويه نلاحظ انه الحركه سريعه وبنفس الوقت مو راكب على الأحرف نروح على الماش نروح على الكيرف نقول لهني السبيد نقللها شوية وفي شغلة هني هذه بروبشنال كاونت نشيلها اوكي ونحط في شغله هني وين موجوده ديستريبيوت نحطه ديستانس اكس نحطهم صفر نلاحظ ان نركب كل كره الكبت على حرف او كيرف موصل اوكي الحين نعطي الماش اللي هو التريل نروح على الماش نقول له عطنا التريل add trail node الحين اذا مشينا ماكو شيء اوكي التريل يحتاج الى بروفايل كيرف خلينا نسوي create nerves circle السيركل تيالي كبير خلينا نصغره شويه تقريبا نحطه تقريبا كبر اي كبر تبيه تقدر تسويه عادي يعني ما في مشكله انما على حسب تقدر عموما بعدين تصغر ما في اي اشكاله نروح على الماش 1 ني ونروح على التريل ماش 1 تريل وهني بال بروفايل كيرف نسحب بالميدل ماوس سيركل ونحطه داخل بالميدل ماوس نلاحظ الحين انه سوالنا الخطوط نشوفه نلاحظهم انه صغار وبالاكس شوف بالاكس يصير مسطح نلاحظ هني شوف نلاحظ هني بالاكس يصير مسطح في حل لها هني اليو يو اب فيكتور نحطه بدال لان احنا مواجهين الزد
لأن مواجهين الزد، فنخلي الإكس صفر والزد واحد. نلاحظ أنه ركب صح. الحين جميع الاتجاهات صحيحة. الحين التريل نبي نزيده، مثلا التريل نبي نزيده، نروح على التريل نقول له هني هذا السكيل، هذا السكيل اللي يكبر. اوكي خلي كذي شويه اقل، والتريل لينث، هاي التريل لينث ما يطلع معك اونلاين، لازم ترجع من البدايه تجرب. اوكي يا للروعة حبيبي. هني تقدر تزيد السرعة بعد، السرعة تنزاد اعتقد بالكيرف يمكن، اي لا بالكيرف انيميشن سبيد، هنشوف نجرب. ايوه هذه هي، نجرب يعني يزيد لنا كذي، ونقلل التريل ممكن على حسب ما نبي احنا. الحين ممكن نحط الكلمة، نحط لها بولي على نأشر على الكير، طبعا نقول له بالسيرفس بلانر، نبي نسوي لها سيرفس بس الكيرفات. نفس السيتنج هذا انا افضله، سويناه. ما اخذ هذا، اخذ العكس، نسوي واحد واحد، نرجع من الاول. ماشيين على الكيرفات، نسوي له ايسوليت، نشوف اذا سوينا كذي. نقلل هذا 500، لا غلط، نبي هذا مع هذا مع هذا. اوكي ما في مشكلة، نشر على الاثنين كل ابلاي جي، خلنا نشيل بس شو اسمه عشان نعرف جي. هذا مع هذا جي، هذا مع الطاء جي، يعني اضغط جي عشان كرر العملية. الحين نلاحظ ان كلهم اسود الا هذا، لان خلينا نسوي هذي باثنين بعد، لان النورمال ماله غير. شوف نلاحظ فالنورمال نعكسه معاهم، المسافة نروح وين بالإدت مش بالمش ديسبلاي، نقول له ريفيرس يعكس لنا النورمال. صار الحين كلهم اتجاه واحد. هذا بعد مرة واحدة نسوي له السيرفس، هذا أبلاي. الحين طلع لنا هذيله كلهم، نقدر نسوي لهم كومباين. يعني هذه مو أنا مو مدقق عليها وايد، يعني هذه أنا بالإلستريتر أسويها طقة واحدة كلهم، بس لأن أبيهم أحرف كومباين. نعكس النورمال، خلينا نقول نعكس النورمال افضل، مش ديسبلاي ريفيرس، نعطيه لون لامبرت مثلا، نسكر هذه اسود، نقول له بال انكندنسد، لا مو هذه، هذه خلينا نقول له بلين افضل، بلين نقول الطريقة هذه. أنا دمجت اثنين مع بعض ما يخالف،
ما يخاف، مو مشكلة، خلي بعدين، هذا مو موضوعنا. الكيرفات نقدر نأشر عليهم ونضغط H يختفون. هذا أوكي، لاحظ إنه لأن ال خلنا نفتش شو ما أدري، أنا مو مرتاح لها. سيبريت، خلنا نلغي هذه بس. أوكي خليهم، أوكي ما في مشكلة. هذه لهم مثلا بالطريقة هذه. الحين نشيل هذا، الحين هذا نبي نغير اللون ماله بال مش تريل، رايت كليك، نحط له لامبرت عادي ما في مشكلة، نخلي هذا أسود اللي كنت تسد عشان يعطي لمعة، بس عشان يعطي بس اللمعة نبيها. مثلا نحط لون، خلينا نحط لون أحمر، والدائرة الكيرف هذا نقدر يا نحط له نفس اللون أو ندوس له اتش نخفيه. فعندنا طلع هذا الشكل، يعني ما قاعد يعني كلمة طويلة، فنقدر نزيد التريل، نروح على التريل نزيد اللينك والسكيل، خنخلي 7 مثلا، نجرب. يعني يعتمد على اللي انت تبي تسويه. في كيرفات نقدر نلغيها، يعني هذه مثلا نلغيها، هذه نلغيها، بس هذه الفكرة ان احنا نبي ان نقل سكيل 3. هذا اعتمد السيركل، نبي نصغره شوية، هو 0.16، خلينا 0.05 أقل، يعني نقدر نخلي الكاميرا الطريقة هذه. ممكن تصير كذي، طبعا نقدر نخلي التريل يمكن أسرع شوي، نروح الماش، التريل في سبيد، هذا يزيد لك السامبل ماله، نروح الكير سبيد انيميشن، ممكن نحطه كذي. يعني هذه الطريقة، هي هذه الطريقة ممكن تتوظف بأي شيء ثاني. أنت عارف يا أبو نواف، والله إنك مبدع، ما شاء الله ما شاء الله عليك، حبيبي تسلم والله، تسلم تسلم من جد والله، الله ما شاء الله حبيبي. بس هذا اللي درس اليوم. فخلينا إذا في أي شيء ثاني نستغله قبل لا يخلص الوقت. شنو بعد نبي نسوي؟ ودي أشوف الماش شنو ممكن يكون فيهم، يعني في شغلات معروفة، الأوديو طبعا يحرك لك الأوبجكت على الصوت، هذا الكير خذناه اليوم، ديلي ما أدري شنو، ديستريبيوت نفس الديستريبيوت هذا بالضبط، بس يمكن هذا فيه أوبشنز أكثر. إكسبلود من اسمه إنه تفجير، فلايت طيران، اي دي الاي دي سويناه، يعني مثلا
نقدر نحط مثلا لون ثاني مع هذا، نسوي واحد ثاني مع ثاني او اوبجكت ثاني ونحطهم اي دي، يصير اثنين عندنا او ثلاثه نفس الاي دي اللي سويناه حق اذا بتحط كذا اوبجكت يعني اكثر من واحد. انفلونس ما ادري، ميرج ما ادري، يعني في شغلات كثيره ما تطرقنا لها للحين يعني. بس انا ان شاء الله يعني باكر راح نسوي الاوديو شلون ممكن نخلي الاوبجكت يتحرك مع الاوديو ونشوف لنا شيء ثاني، لان مبين واضح انه شغله سريعه يعني مو صعبه يعني. كلهم ترى نفس المنوال، كلهم نفس المنوال ما عدا حسب يعني ما شفت للحين ان وين الكراود يسوون شغله بالكراود بحيث ان فيها شويه يعني لفه، فيها لفه شوي بس ما حبيت الكراود. انا الكراود ممكن يستعملونها حق شغلات صغيره مو كراود كثير بمعنى كراود يعني. اي سامي كنت ابي اقول لك تقصد راندوم؟ مو راندوم، ما افتكر الراندوم، مو راندوم. ما ادري شنو هي فيها يطلع لهم، اعتقد الانفلونس او شغله، اعتقد انفلونس هذه اللي هي تسوي لك. شفت لها انا تيتوريال حلو يعني بصراحه، يحط شخصيات زين يكررها ويحط مكان مثلا مكان مباني، يحط كيوبس ويقول له ان هاي الكيوبس هي مباني فلا تدعم فيها. فعلا تمشي الشخصيه ما يحوشون بعض اول شيء، وبعدين ما يتدخلون مع بعض يعني، وبعدين اي شيء قدامهم مثلا عمود نور مثلا ما يوخرون عنه، سياره مثلا واقفه، شخصيات اخرى يعني حق المره تمام، حق شخصيات مره. اي حلو لازم تشوف هذا وش الحل. انا لازم ان شاء الله خلاص اوكي. الا حلوه هي مفيده بصراحه، بس ان شاء الله يعني الله يسهلها نشوف شلون. امين يا رب. الريبليكيتر هذا فظيع، يربط بين ماش وماش، وايد جميل يعني. في شغلات يربطونها مع بعض يعني. احنا المشكله مثل ما تدري ان الماش على حسب تخيلك، ما في شيء ستاندر يعني. هم حتى للحين انا قاعد اشوف الفيديوهات الشرح عليه ما يشرح لك بروجكت. يمكن ابراهيم طبق في بروجكت طبقه حلو اللي هو مال الكره الارضيه. اي بس ما هذاك البروجكت جاي من اوتو ديسك نفسه يعني، ما ادري. لا 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 البروجكت لا، قصدي انا يعني مثلا بشتغل على بسوي انا موشن جراف حق انترو حق برنامج معين، عرفت يعني؟ هذا المفروض يصير بروجكت تبتدي فيه من الصفر، عارف انت شنو تبي تسوي يعني، او 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 الفكره موجوده عشان تطبقها. انما كذي الموشن جراف عايم يعني، ما في شيء ثابت يعني، الا انك انت تعرف الاوامر وانت توظفها بعدين على حسب تخيلك والابداع. صح. نعم بس هذه هي. طيب ابو نور، في قائمه كريت بعدين مش في خيار ثاني غير كريت مش تحته اسمه التيمت او مش عارف كيف، وين شنو وين موجود من كريت كرييت بعدين مش فوليوم بريميتيف لا انزل لا مش كرييت مش اللي ماش ماش, ماش 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 ايوه عفوا ماش اي يوتيليتي اي هذا يوتيليتي حلوه في شغلات فيها شغلات مفيده وتمام. انا وصل لها بعدين يعني، وصل لها بعدين الغيت نظره عليها يعني، وايد شغلات حلوه فيها، وايد يعني البلند ديفورم الجيجل هذه شغلات يسوونها صراحه روعه
يعني شفت لها انا كذا فيديو، بس مثل ما تقول ابي امزمز عليها. ابي امزمز عليها. اي والله، لان بالفعل حلو يعني، ويدمجها مع البارتيكل. الله. اي اي وايد وايد حلو، ونستنسر ويحوله الى يعني في تفاعل دايناميك، يستعمل الدايناميك مال الدايناميك نفسه. فهم لا ملاعين يعني، اشتغلوا عليه عدل يعني، خذوه وضافوا عليه اي، سووا له علاقه قويه مع الاوبجكت اللي بالمايا يعني. يعني انا قاعد اشوف حلو حلو. اي توتوريالز على ماش 2.0 قديم، اللي هو اقدم من هذا يعني. في كان يعني مو ذاك القوه يعني، قوي كان اوكي تمام هذا، بس مو نفس القوه هذه والسهوله والعلاقه القويه اللي بينهم صارت يعني. جميل حلو. السلام عليكم. يعني ادرس القدمه. اهلا. منو؟ السلام عليكم. اهلا ابو يزيد. اهلا 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 يا ابو. يا هلا يا هلا. الله يرضى عليكم، كيف صحتكم؟ طيبين ان شاء الله؟ بخير الله يسلمك يبارك فيك. ما ودي اطلع عليكم، واصل ابو نواف، واصل زحفك. انا باكتم المايك الان ومعاكم متابع باذن الله. حياك الله. احنا تقريبا خلصنا لا يا رجل. اي والله يعني النتيجه اللي شايفها هذه قدامك. ما شاء الله. جميل جميل. اي والله الله يقويكم. لكن خلاص انا الحين عرفت ادخل ان شاء الله، لاول مره طبعا ادخل البرنامج. اي تمام، ان شاء الله بنكون معاكم باذن الله جل وعلا. ان شاء الله يا إن رب. شاء الله. الله يسهل. الله يرضى عليكم. الله يقويك. تسلم 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 ابو يزيد. هذه السالفة. فخلينا نشوف شيء ثاني. الكيرف إن شاء الله يحيى يستفيد منه. الكيرف إذا بسويه، خلينا نشوف على الستريتر علشان يأخذ فكرة على الستريتر. الستريتر طبعا أقوى بكثير، أو ممكن يعطي نفس النتائج الفوتوشوب، بس أنا ما أعرفها. إنما الستريتر هو متخصص بالباثز عكس الفوتوشوب. الفوتوشوب يساعدك كثير بالبات، بس الستريتر متخصص. خليني اسوي شيفت على الستريتر. بس ابو نواف، هذا الفوتوشوب ها اللي تو بات من الفوتوشوب؟ اي هذه بات من الفوتوشوب. اي نعم. استخدمت البلجن اللي اعطاك اياه عبد الله اظن او يحيى؟ لا، اي بلجن شنو يسوي؟ البلجن اللي مباشره يسهل عمليه الانتجريشن بين الفوتوشوب وبين الماي على طول. تذكر تكلم عنه بالجروب، انا ما شفته صراحه، بس كانه حط رابط البرنامج يسهل تصدير الكيرفات مباشره يعني بطريقه سهله. انا ما شفته والله. لا، الالستريتر مباشر. صار ما ادري، مو الستريتر، الفوتوشوب. الفوتوشوب على طول. اي ما ادري، لا والله ما شفته. منو حاطه؟ خلينا نساله عبد الله او يحيى. كنت تتناقشون في شكلك نسيت ابو نواف. حاول تسال عبد الله. اسال عبد الله اشوف. اي لان يحيى نايم الحين. انا ما ادري هو عبد الله ولا يحيى. والله اي خلاص نحط الحين بالجروب منو حاطه، خلينا نشوف. ان انت هو شوف يعني ما في شيء، ترى هي انت عارف الفوتوشوب تسوي بس تكتب الكتابه وتحولها لكيرف واكسبورت والستريتر بس، يعني ثلاث خطوات بالضبط. هذا عبد الله، عبد الله هذا هو رد يقول يصدر بصيغه اوبجكت، يقصد مو كيف. لا اوبجكت لا، ما نبيها اوبجكت احنا. صح. يسويها 3D، يسويها 3D بس مو اقوى من المايا. احنا الاوبجكت يصير بالمايا بكل سهوله. يسوي 3D. صح، يسوي 3D، تسوي باث ويحول لك الفوتوشوب اي باث الى 3D. يعني اي كتابه تقدر تقول له يحول لي اياها 3D بالفوتوشوب. يقصد انه يحولها لك مباشره للمايا بصيغه اوبجكت مباشره، وداخل المايا خلاص انت يجيك المجسم ثلاثي ابعاد، ما يحتاج تعمل فيه اكسترود وغيره. اي تسيفها اوبجكت او بي جي، تسيف الصوره او بي جي يعني من فوتوشوب. اي تمام تمام تمام. الحين بس هني بالالستريتر يعني في شغله، خلنا نكتب مثلا من الاسطوره هذا سامي. سامي. لا الاسطوره. الاسطوره. انا الاسطوره. اي والله اسطوره صدق، سامي اسطوره بصراحه.
والله الأسطورة هذه يا بركات، هذه لعبة قاعد نلعبها أنا وأبو نواف وإبراهيم. أي بالكلاش أي. يعني هذه مثلا نشوف هذه خلينا نسوي لها دوبليكيت. دوبليكيت تصير دوبليكيت كوبي وبيست أسرع. طيب الحين عندنا ذي الاثنين، هذا الحين إذا سوينا له خلينا نسوي له كوبي كنترول سي ونروح بالماية نقول نيو فايل ونقول ما أدري أنا فاتحهم ولا لا بال بولكن هذه اس في جي هني نقول له بيست. بنواف الصورة قاعدة على الستريتر. اه صح. ايوه 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 صح زين زين ذكرتني. خلينا نسوي له، انا سويت كوبي الحين من ال من الستريتر. اوكي تمام الحين المايه اي الحين على المايه. اوكي نضغط هذه بالبولج انز في هذه الاس في جي مع التايب هذه تي يمها اس في جي هذه اذا ما لقيتها تلقاها بالبلجنز فعلها بس هني نعمل له بيست بس. يعني شوف لاني انا بالستريتر ما حولتها خليني احولها نيو الستريتر الستريتر اوكي عندنا هذه سوينا لها كوبي عشان بوديها على المايه ما سولنا اياها ما قبلها فلازم نحولها الى باث عشان نقبلها لان الحين تكست هي مو باث فنضغط رايت كليك نقول كرييت اوت لاينز نلاحظ انه نفس اللي سواها الفوتوشوب انما ادق بكثير يعني واضح انها ادق. اوكي الحين نسوي كوبي كنترول سي نروح الحين على المايه اوكي قلنا نضغط هذه اس في جي وني هني نقول ابو نوف الصوره يات شوفها يات كامله مروعه والله على طول. فهذه هني تقدر تلغي نفس يعني هذه اللي هني نفسها تقدر تشيل الاكسترود تقدر تسوي لها الباث البيفل قصدي هذا البيفل نلاحظ ان البيفل صار حلو يعني هذه هي غلط بعض الشغلات يابلنا اياها نلاحظ فيها نفس الشيء يعني الحين اذا بنسوي دوبليكيت ونسوي لها بالمش سيبريت راح تكون مجزئه بالطريقه هذه كل واحد لحاله نفس اللي كانت بالفوتوشوب انما في طريقه ثانيه خل نروح نرجع مره ثانيه على الالستريتر ترسلها قطعة واحدة صح؟ أيوة ترسلها قطعة واحدة فهني أنت الحين سويتها سويت الباث سويتها أنها باث هني الحين بالفايندر أيوة هذه أعتقد أول واحدة يونت خلاص صارت قطعة واحدة هنسوي لها كوبي كنترول سي نروح على الماية نفتح واحد جديد نقول له هذا الصورة قاعدة خلص اوكي نقول له بيست جاب لنا اياها قطعة واحدة كلها بالطريقة هذه فهذا الفرق بين الفوتوشوب وسهولة الالستريتر اوكي الدقة والله روعة ممتاز يعني هني بالإلستريتر
بس بونواف في ملاحظة، تدري برنامج السينما 4D الآن أضافوا أغلب الباثات الموجودة بالإستريتور إلى نسخة 17، يعني من داخل السينما 4D تعمل باثاتك بنفسك داخل السينما 4D، يعني أقصد الشعارات وغيره. تقدر تكتب عربي؟ عربي أكيد بالسينما، والله ما نتأكد، لكن أنا أتكلم عن الشعارات والأشكال. يعني كمان المايا يسوي باث حتى المايا يسوي باث. شنو الفرق بين الباث اللي بالمايا والباث اللي بالسينما بركات؟ لا بس الباث اللي فيه فيه سهولة أكثر وفيه إضافات يعني وحركات يعني عجيبة جدا. إن شاء الله بشوف صوري. يا ريت والله، إيه والله يا ريت نلغي نظرة عليهم، لأن أتوقع إن بالفعل أنا أذكر إني مرة شفت إن في حرية كثيرة بالباثز، بس ما خدمني ساعتها، ما أدري ليش، لأن إيه توهقت بالتدري في الكيرفات كلوز أند أوبن كيرف في بعض المرة، إذا الكيرف مو كلوز ما يعطيك، ما يسوي لك إكسترود. هذه بالسينما مو موجودة، هذه أنا لأن جربتها سويت نفس الشيء يبتل من الإلستريتر، ولأن الكيرف مفتوح قبلها عادي، بالمايا ما يقبلها. ما أدري الحين بال 2016.5 عدلوها ولا لا، ما شيكت بصراحة، بس مو بقديل يعني، مو ذات أهمية كبيرة، إنما كمميزات طبعا أكيد واحد يتميز عن الثاني. لا ما شاء الله النسخة الأخيرة هذه المايا ما شاء الله فيها إضافات كثيرة يعني. اي والله في تعديلات. طيب الركب ونواف الكاركتر الاصابع حصلتها موجوده ولا لا؟ لا لا مو موجوده. هي هم مسوينها هذه الفاست تريك، مسوينها علشان كديمو يعني وكذي، بس يعني حق الجيمز بعد اكثر شيء. أيوة. تقدر تضيف عليها انت تسوي كيرفات، قصدي جوينت حق الاصابع وتدمجهم معها، يصير ممتاز. اي يعني ممكن تسويها. حلو، الله يعطيك العافيه نواف، الله يعافيك. هذا المايا متى بديت؟ الساعه 10 نواف. بدينا 10. اي ايوه الحين يمكن باقي 5 دقائق، لأنه تقريبا هذا يأخذ 45 دقيقة أو 50 دقيقة، بس ما يكمل أكثر لأنه قاعد يسوي. طيب لو أنت آخر 50 دقيقة تقدر تفتح من جديد مجموعة صح ولا؟ إيه أقدر أجدد على طول وراها. أيوة يصير يعني. حلو والله ممتاز ما شاء الله سريع. في شغلة اسمها برنت ستوديو، يعني شايفينها سنت تو برنت ستوديو. ايش هذه؟ هذه تنربط، يربط المايا دايركت مع برينتر 3D. ايه طابعة 3D. طابعة 3D ايه. يروح عليها على طول. يعني شوف برنت ستوديو is not currently installed. ممكن تسوي له داونلود درايفر حق الطابعة. بس لازم لها طابعة خاصة صح؟ ايه طابعة 3D. صايرة تسوي على حتى المادة يعني قابلة للنحت، تنحت تنحت. بس الظاهر الطابعات هذه للحين مهي متاحة للأفراد صح يعني كسعر؟ لا متاحة والله، صدق متاحة. يعني في مثلا بدبي موجودة بالمول، تعطي أي شيء يسوي لك إياه قدامك يعني. يعني تعطيه التصميم حقك بس هم يعملونه. لا انا اقصد عندك يعني في البيت كطابعه تشتريها. اي لا مو موجوده، شركات بس، عند شركات. اي صح كلامك. شركات. يا شباب انا عندي تطبيق في الجوال اصور اي شيء من كل الجوانب، وبعدها يجيبها لي مجسمه بشكل 3D واسطرها او بي جي. وشلون دقيقه والله، شلون الفيرتكس ايش كثر؟ كثير اكيد. هو انا الفيرتكس لا هو يعطيك بس كذا، بعدين انت تصرف بها في المايا، ما لك دخل. المايا ممكن ينزل بالهذا، خلينا نجربها والله سامي. تسوي ريتوبولوجي عادي. بس وش البرنامج سامي؟
البرنامج اسمه لحظة أشوف اسمه نسيت اسمه لحظة البرنامج؟ لا لحظة يمكن لحظتين لحظة بركات اسمه يعني لحظة لحظة تصور وبلحظة يطلع لك على طول صح؟ أيوه صح لا خطير يا سامي اسمه يا عمري كانتري دي بتلف في الجرو دز اي دز بالجروب خلينا نشوف وش اسمه وسوي لنا يعني هل ياخذ على صوره معينه ولا انت تصور بالكاميرا كذا صوره مثلا حق وجه مثلا كذا جنب ايه انا بصور على اسمه تصور جنب وبعدين تمشي شوي وتصور الامام وتمشي شوي الخلف أيوة زي كذا أيوة يعني بشكل دائري ايوه ممتاز ممتاز والله يا ريت والله يا ريت خليني ودي اجربها بصراحه ودي اجرب الحين اول حين والله توني الحين يمكن قبل 3 ساعات دزيت حق واحد سوري سوالي شيخ جابر ما شاء الله عليه يعني فنان 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 والله لو يسمحون حق السوريين يون كان يبته والله عايش بتركيا السوريين ما شاء الله تبارك الله والله صدق بركات ما في يعني يمكن ايش كثر يمكن زيبرش يمكن نص ساعة زيبرش ما زيبرش ما أدري عنه صدق ما قال لي لا أكيد زيبرش ترى أنتم للآن ما أنتم معطينا صراحة أهمية يعني للأسف زيبرش قوي بركات أنا ما كمل قاهريني يا أبو نواف لازم تدخل زيبرش يا أبو نواف لا زيبرش خلني أقول لك شيء أنا عارف إن الزيبرش قوي إنما أنا وجهة نظري بالزيبرش شنو الزيبرش ما ينفعني أنا الحين مو رسام مو شرط رسام أبو نواف طالما عندك بلو برنت معقولة ما بتحتاج تكون رسام أبدا معقولة أبدا ما أفتكر إذا كان أبو نواف إذا كان بالماوس الآن تطلع شخصية ولا أروع كيف بالقلم وتقدر يعني تتحكم بعض الأماكن ترى نحت تمشي على البلو برنت بالزيبرس ما تحتاج تكون رسام شوف أغلب مصممين الشخصيات يستخدمون البلو برنت اعتمادهم الأكبر عليه حتى لو كان رسام اي البلو برنت ضروري صح انما لازم تعرف انت شلون تمشي يعني انا يمكن مرتضى يفيدنا بهالموضوع اكثر لان مرتضى متمرس وعارف ان خط مسكه القلم وسحبه مثلا خلينا نقول صوب الخشم هذا عارف على الضغطه قصدك يعني على الضغطه تتغير يعني نفس اي بالضبط انا حاولت مو تقول ما حاولت بالعكس انا اصلا من زمان ارسم انا ارسم مناظر طبيعيه ارسم انما ممكن وجه ارسم عين ارسم خشم عادي يعني بس عادي يعني مثل الناس العاديين انما انت نبغاك تجرب بالبلو برنت انت بالمايه نفس الطريقه ليش ما نقول اذا ما انت رسام ما بتطلع شخصيات بالمايه البلو برنت يخدم كذلك بالزيبرش انا اعطيك اياها تخدمك بشكل كبير جدا وانت تصدق هالمعلومه توني اعرفها انا ان تشتغل بلو برنت بالزيبرش بصراحه يعني في عدة طرق للبلو برنت داخل الزيبرش من ضمن الطرق انك تنظر من خلال الشاشة حقت البرنامج نفس سطح المكتب حقك وتتعامل مع الصورة الموجودة على سطح المكتب يعني تفتح صورة عادية وتخلي برنامج الزيبرش يطلع لك سطح المكتب حقك عرفت يعني تنظر من خلال البرنامج للصورة اللي بتصمم عليها او انك تحط بلو برنت داخل البرنامج زي البرامج الاخرى عرفت علي اي ممتاز جدا انا ودي انك تجربه صراحة والله يا ريت لان انا والله الحين عندنا مشروع كبير النقطه الثانيه ابو نواف في شيء اسمه بالزيبرش اسمه مان تايم طيب عباره عن دوما جاهزه داخل الزيبرش انت تقدر تحركها بالوضع اللي تبغاه وتنحت عليها يعني زي ما تقول مجسم مبدئي للشخصيه تعمل لها تحريك بوز معين وتبدا تصمم شخصيتك عليه تمام فيريحك كثير يعني يختصر عليك نص الوقت موجود مانتاين للحيوانات وللإنسان ممتاز جدا هذا موجود بالزيبرش الآن حاليا زي ما تقول مجسم مبدئي فهمت علي؟ اي نعم اي نعم احنا قربناها اليوم زيبرش ها؟ والله يا ريت بالعكس الزيبرش يعني برنامج لا يستهان فيه يعني صراحة لا بس ما ودي ابو نواف يكون عقبة عندك قضية الرسم حاول انك تجرب والله لا انا متعقد من الرسم بصراحة لان الرسم لا ما اتوقع له ذاك العلاقة يعني الكبيرة والله ما يمنع نجرب ما يمنع أنا عندي بتكون متميز إذا كنت رسام لكن لا يمنع أن أي شخص يعني يصنع شخصيات بامتياز حتى لو ما كان رسام يخدم البلو برنت زي ما ذكرت نعم نعم نعم
بشوف والله بدور على هذه المعلومة هذه توني عرفتها. يعني دخولك أنت أبو نواف لأي برنامج يعطينا ثروة علمية صراحة. حبيبي تسلم والله. تسلم. الله يسعدك أبو نواف ولا أحلم منك يا رب أنت. حبيبي تسلم والله أبو يزيد تسلم. فإن شاء الله نشوف الموضوع هذا وخلاص بقفل. أيوة يا فكرت طيب اللقاء القادم وش بيكون أبو نواف؟ والله الحين قلنا بنسوي طالما ما حد عنده أي تساؤل ممكن نسوي على الماش يعني. أيوة هذا اللي نخليه على المش لو ما نتقدم فيه بعدها ننقل لأنيميشن أو أي شيء ثاني. حلو ممكن يعني وارنينج خلاص شكله بيسكر. فإن شاء الله نراكم غدا بإذن الله. الله يعطيك العافية. شكرا يا أبو نواف ما قصرت. تسلموا يا شباب الله يعطيكم العافية. السلام عليكم.